بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي الطلاب، وفي فيديو جديد سنشرح فيه عدة نماذج من نماذج امتحانات الصف العاشر لمبحث الكيمياء وامتحانات نصف الفصل. عزيزي الطالب، في البداية إحدى المركبات الآتية من الألكينات. طبعا قبل أن نبدأ نريد أن نذكركم أنه يوجد في صندوق الوصف نماذج أخرى محلولة وفيديوهات للشرح والمراجعة، سأترك لكم روابطها في صندوق الوصف. في البداية عزيزي الطالب، إحدى المركبات الآتية من الألكينات. طبعا الألكينات عزيزي الطالب لابد أن تكون على حسب الصيغة CnH2n، بمعنى أنه سيكون عدد ذرات الهيدروجين ضعف عدد ذرات الكربون. وهنا عزيزي الطالب لو رأينا هنا 7 ضرب 2 ستكون عدد ذرات الهيدروجين 14، إذن هو هذا الجواب. الصيغة التي تعبر عن عدد ذرات الكربون ورموز العناصر الداخلة في تكوين المركبات العضوية هي الصيغة الجزيئية. ولماذا الصيغة الجزيئية وليس الصيغة البنائية؟ لأن الصيغة البنائية توضح أيضا عدد الروابط. لمعرفة درجة الغليان والتفريق بين المركبات العضوية يلزم عدد ذرات الكربون والتشكل في المركب وقوة الترابط كلها جميعها. لماذا؟ لأن عزيزي الطالب التشكل له دور في درجة الغليان، فهو العلاقة عكسية هنا في التشكل، سيكون عكسية بشكل أساسي، بينما عدد ذرات الكربون ستكون طردية، فالعوامل المؤثرة عليه بشكل أساسي هي هذين العاملين. أي المتأصلات التالية له درجة قساوة أكبر؟ طبعا أكبر شيء في القساوة على مستوى العالم وهو الدومنس أو الألماس. سبب تسمية الألكانات بالبارافينات وهي الخمول في التفاعلات الكيميائية. لماذا؟ لأن الذرة بشكل أساسي أو الروابط هي روابط تساهمية أحادية وهي روابط سيجما. الروابط التي تعبر عن المركبات الغير مشبعة بشكل أساسي هي الرابطة الثنائية وواحد وثلاثة وليس واحد واثنان، لأن هذه الرابطة هي رابطة غير مشبعة، والثلاثية أيضا رابطة غير مشبعة. بالنسبة للتعريفات عزيزي الطالب، سنعرف هنا جزئيتين. بالنسبة لتعريف التشكل، هذا هو عزيزي الطالب ظاهرة اشتراك البعض المركبات والألكينات والصيغ الكيميائية في الصيغة الجزيئية وتختلف في الصيغة البنائية. بالنسبة للسؤال الآخر وهو سؤال التقطير التجزيئي، عزيزي الطالب هنا سيكون هذا هو تعريف التقطير التجزيئي، وهي عملية فصل مكونات المخاليط ممتزجة حسب درجة غليانها. أما بالجزئية الأخيرة وهي جزئية الهدرجة، فستكون الهدرجة في الألكينات، وبالتالي هنا دقيقة سيكون تعريفها كالتالي، وهي عبارة عن تفاعل يتم فيه تحويل الألكين إلى ألكان بإضافة الهيدروجين في وجود النيكل كعامل مساعد. بالنسبة للأسئلة الصح وغلط، سنبدأ عزيزي الطالب. تتشابه المركبات في المتشكلات في المركب نفسه بالصيغة الجزيئية، وهذا صحيح. لماذا يمكن تفسير اختلاف بعض الغليان في المركبات درجة الغليان؟ لأن قوة الترابط تختلف من متشكل إلى آخر. فلماذا تختلف؟ لأن قوة التشكل تعمل على ضعف في يعني التفرعات تعمل على إضعاف قوة الترابط. تحترق الألكانات والألكينات بوجود كمية من الأكسجين منتجة طاقة وثاني أكسيد كربون فقط، خطأ، وينتج أيضا ماء، بخار ماء، فينتج أيضا بخار ماء. يتم التعبير عن بالمقطع الأول في تسمية المركبات العضوية بعدد ذرات الهيدروجين. طبعا المقطع الأول في تسمية الألكان سيكون هو عدد ذرات الكربون وليس الهيدروجين، لأن نحن نقول CnH2n. وفي الرابط الأكثر استقرارا في المركب العضوي هي رابطة باي خطأ، وهي الرابطة سيجما. الرابطة سيجما هي التي ستكون أقوى وأكثر استقرارا. يريد منك أن ترسم 4 من متشكلات الهبتان. طبعا عزيزي الطالب، متشكلات الهبتان أو الهبتين، وهو سيكون ارسم 3 من متشكلات الهبتين، سيكون 1 2 3 4 5 6 7، وتتضع الرابطة الثنائية
في هذه الحالة في بين الأولى والثانية، ثم ستضع الرابطة الثنائية بين الثانية والثالثة، ثم ستضع الرابطة الثنائية بين الثالثة والرابعة، وهذا هو الخلاف بينهما. بالنسبة يريد منك عزيزي الطالب اكتب معادلة موزونة لكل من التفاعلات الآتية، أريد جزيء الأكتين مع جزيء أي طبعا الأكتين عزيزي الطالب هو سي 8 اتش 16 مع جزيئي الكلور سي ال 2. العامل المساعد سيكون رابع كلوريد الكربون، ومن ثم ستضع فقط شيل او احذف الزائد، فبالتالي سي 8 اتش 16 سي ال 2. احتراق مركب البنتان طبعا، وهي عبارة عن هذه المعادلة C5H12. لماذا سيكون الضعف زائد 2؟ لأن من الألكانات، فعدد ذرات الهيدروجين هي ضعف عدد ذرات الكربون زائد 2، وهنا أكسجين سينتج ثاني أكسيد الكربون بخار ماء وطاقة. وبالنسبة للوزن هنا 5 ذرات كربون سنضرب هنا 5، هنا 12 ذرة هيدروجين سنضرب هنا 6 في 2 سيكون 12 ذرة هيدروجين. الآن بالنسبة لذرات الأكسجين 5 ضرب 2 سيكون هنا 10، و 6 ضرب 1 سيكون 6، 6 و 10 هو 18 ذرة أكسجين في النواتج، إذا لابد أن يكون هناك 16 ذرة هيدروجين أكسجين في النواتج، سيكون سنضرب 2 8 في 2 سيكون 16 ذرة أكسجين في المتفاعلات. بالنسبة للمقارنة بين متأصلات الكربون الماس والجرافيت، فهي هذه المقارنة بشكل أساسي عزيزي الطالب كما ترى هنا. طبعا هذه المادة التدريبية التي أقوم بحلها موجودة رابطها في صندوق الوصف. الآن نموذج آخر عزيزي الطالب، الألكين الذي يحتوي على 4 ذرات من الكربون سيكون 4 ضرب 2 سيكون 8. الألكان الذي يحتوي على 60 ذرة هيدروجين، طبعا هنا ألكان، فسنقوم القانون 60 ستقوم بطرحه من 2 ثم ستقسم على 2. لماذا؟ لأن عدد الذرات هو أعطانا عدد ذرات الهيدروجين وهو ألكان، فالقانون أن عدد ذرات الهيدروجين ناقص 2 على 2 تأتي بعدد ذرات الكربون. طبعا هنا سيكون 58 58 على 2. طبعا 58 هو سيكون الجواب 29. أي المركبات الآتية له أعلى درجة غليان؟ طبعا درجة الغليان تعتمد على حسب عدد ذرات الكربون. طبعا عدد هنا بروبان، طبعا عدد ذرات الكربون 3، عين بيوتان 4، وهنا 5 و5. إذا هنا سنستثني هذا وسنستثني طبعا هنا بالنسبة هنا للتفرعات، التفرعات هنا أيزو وهنا نيو، كلما زادت عدد ذرات التفرعات قلت درجة الغليان. إذا هنا تفرع واحد لكن هنا تفرعان، إذا سيكون الجواب في هذه الحالة. بالنسبة للجزئية الأخرى، الألكان الذي ليس له مقابل في عائلة الألكينات وهو الميثان لأنه ذرة كربون واحدة، كلما ازداد عدد التفرعات في المركبات فإن درجة الغليان تقل، درجة الغليان تقل. طبعا هنا عزيزي الطالب أن العلاقة تكون عكسية، فالتفرعات تضعف قوة الربط. نذكر أيضا أنه يوجد روابط نماذج امتحانات أخرى سأتركها لكم في صندوق الوصف. أي الألكانات الآتية ينتج طاقة أكبر عند احتراق وهو الذي سيكون أكثر في عدد ذرات الكربون؟ واحد من المركبات الآتي يعتبر مركب عضوي وهو عبارة عن الفزلين. لماذا؟ لأنه أصله كائن حي، لكن ملح الطعام والماء وحمض الكبريتيك ليس أصله كائن حي. تعد الألكينات أنشط من الألكانات لوجود الرابطة الثنائية، لوجود الرابطة الثنائية، و إذا لوجود الرابطة الثنائية طبعا هي مصدر الإلكترونات، ونقصد هنا في الرابطة باي، فالرابطة باي التي ستكون رابطة سهلة الكسر هي التي ستكون رابطة سهلة الكسر بشكل أساسي، فبالتالي ستكون مصدر الإلكترونات. طبعا
في السؤال الآخر، يعد مركب الكربون أكثر مركبات تنوعا. هو نفس هذا السؤال عزيزي الطالب، قد ذرة كربون عن تكوين سلة كربونية طويلة. هو نفس الجواب، وهو عبارة عن أن صغر حجم ذرة الكربون قدرة ذرة الكربون على الارتباط مع ذرات كربون أخرى مكونة سلاسل متفرعة أو غير متفرعة أو حلقات. بالنسبة لباقي الأسئلة، نعطيك هذه الأسئلة ويريد منك عدة إجابات لها. في البداية، ما الحالة الفيزيائية للمركب رقم واحد؟ المركب واحد على ذرات الكربون 6، ونحن نعرف أنه من واحد لأربعة، يعني من واحد لأربعة سيكون غاز، وبالنسبة من 5 لـ17 سيكون سائل، وفوق 18 سيكون صلب. فبالتالي عزيزي الطالب، الأول رقم واحد سيكون سائل، رقم 2 سيكون غاز، بينما رقم 5 سيكون سائل، لأن الهبتان سيكون عدد ذرات الكربون له 7. يريد منك بالمعادلات ماذا يحدث عند إضافة البروم للمركب رقم 4. المركب رقم 4 C5H12 عزيزي الطالب سيكون استبدال، لكن هنا بوجود الضوء. يعني شرط أساسي لحدوث هذا التفاعل أن يكون هناك موجود الضوء، هو C5H12 زائد البروم Pr2، لابد أن يكون هنا ضوء. طبعا إذا لم يوجد ضوء لا يحدث تفاعل، يعني لو لا قال لك أنه لا يوجد ضوء لا يحدث التفاعل، لكن مع وجود الضوء سيحدث تفاعل استبدال، وسيكون بهذه الصورة. ستستبدل ذرة هيدروجين بذرة بروم، وسينتج عندك HBr. طبعا الجزئية الأخرى هو تفاعل الاستبدال. أكتب الصيغة الجزيئية والصيغة البنية للمركب رقم واحد. طبعا المركب رقم واحد وهو الهكسين، الهكسين هو من الألكينات C6H12. أما الصيغة الجزيئية، آسف، البنائية، 1 2 3 4 5 6. سنضع رابطة ثنائية في أي جزئية وستكمل الباقي هيدروجينات. طبعا أنا أضع روابط هنا عزيزي الطالب، ستستكملهم أنت هيدروجينات، يعني هنا هيدروجين، هنا هيدروجين، هنا هيدروجين، هنا هيدروجين، والمثل كله ستضع هيدروجين. طبعا هنا أيضا هيدروجين، هنا هيدروجين، وبالمثل في الباقي، لأن هذا مركب هيدروجين. المهم أن تكون كل رابطة سيكون حولها 4 من الروابط التساهمية الأحادية. كل اكتب معادلة احتراق مركب رقم 3. 3 وهو عبارة عن ال C3 بروبان، بروبان C3 H8 سيكون احتراق أي أكسجين، سيكون شرارة لبداية التفاعل. دائما الاحتراق كلها ثاني أكسيد كربون، بخار ماء، هذه معادلة ثابتة وطاقة، ومن ثم ستبدأ في عملية الوزن. طبعا عزيزي الطالب، بالنسبة للوزن سيكون في هذا الجزئية هنا 3، سنقوم بضرب هنا 3، هنا 8، سنضرب هنا في 4 من أجل عدد الذرات. 3 × 2 سيكون 6، و4 × 1 = 10، 10 × 5 على 2 سيكون 10 ذرات أكسجين. يريد هنا أن توفق بين التعريفات. الهالوجينات، الهالوجينات عزيزي الطالب هنا مجموعة العناصر السبعة، وهي الكلورو والفلورو والبروم واليود. الثيولات، طبعا الثيولات عزيزي الطالب مادة من المركبات الكبريت توظف لغاز الطهي من أجل عملية كشف التسرب. الإيثو بترول هو مذيب عضوي يستخدم في إذابة الصبغات والنباتية. 3 رقم 3
الألماس، طبعا الألماس يا عزيزي الطالب ترتبط فيه الذرات بشكل مكعبي، أربعة، آسف، خمسة، هنا خمسة، دقيقة، أنا سامحوني لأن أنا أكتب بالماوس، فالمركبات هي رقم ستة. الجرافيت عزيزي الطالب يستخدم في أقلام الرصاص. الصيغة البنائية تستخدم عدد نوعية وكيفية الارتباط الذرات. عزيزي الطالب، نريد أن نذكر أنه في قوائم التشغيل ستوجد رابطة لشرح هذه الدروس وأيضا نماذج أخرى للامتحانات. لكن هنا عزيزي الطالب بالنسبة لجزئية الماء، لأن كثير من الطلبة هذه هي تلخيص جزئية الماء لمن يدخل معه جزئية الماء في عملية الامتحانات، لأن هذه هي الجزئية مهمة جدا في بعض كثير من الامتحانات خصوصا في غزة.